اولا مثل مايكي شغال ولا لا؟ اي شغال شغال عيال؟ لا سواق لا 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 بس انا عشان الشباب والله. ها حلو. اولا يا مثل الله يبيض يقول مايكك شغال الاستراحه اللي جنبنا نسمع صوتك. والله هاي الحمد لله. سؤالك وش كان؟ صوتك زين يا اخي. الله يسلمك يا اخي. انت احس انك منشد. احساس بتصير منشد. احساس انا منشد فعلا. ايه اسلم. ومقدم ومعلق صوتي. لكن سؤالك الاول وش هو عشان بس ارد لان تنقل. طيب قبل السؤال تكفى اعطني تسمحوا لي يا ربع عذركم ابي ثلاث هالمواهب ذي كلها تعطيني شيله بيت وتقديم يعني نبذه اذا ما تقدر تقديم اللي بعدها يلا بعطيك تقليد الاصوات بعطيك شيله بعدين بعطيك تعليق سم صدى يا العزيز ولا يستاهل ها صدى يا منيب اعطونا صدى تكفون يا ليت تشوفونا بيشوف كيف العمل لا مشاهدته ولا سمع خلوني يا حب خشمه والمسكفوف لو كان أشوفه من الجمعة إلى الجمعة يا جعلي يا سابق أهل الموت وطوف ما حبت فيه لا خذ له ولا رمع تشوفونا هذي شوف العمل شاهدته ولا سام خلوني يا حب خشمه والمسك فوف لو كان أشوف من عيونك تطالع العيون تطال في عيون حيث ما بقى